بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد اللي بغيت نتكلم فيه على واحد الوقائع اللي وقعت والأحداث اللي وقعت مؤخرا واللي خاضوا الناس فيها بزاف، اللي هي قضية فضائح المشاهير، وأخص بالذكر قضية سعد المجرد وسعيد صنهاجي. ابتداء يعني تحفظ من جملة فضائح المشاهير، لأن الناس تنزلوا هذا اللفظ على من بغاو. اتفقوا على واحد الحاجة، إذا كانت المعصية تعد فضيحة، إذن فهي فضيحة في حق المشاهير وفي حق غير المشاهير. علاش نجيو حتى الواحد مشهور تيوقع في معصية يوقعوا فيها أغلبية الناس، تنجيو تنقولوا فضيحة هذا الفنان المشهور والآخر اللي دارها تنسميه عادية؟ لا، إذا كانت فضيحة فهي فضيحة على الجميع، إن لم تكن فضيحة فلا نسيم الناس ولا نسيم المشاهير بأنها فضيحة، بهذه الفضيحة. سمعنا باللي سعد المجرد وقع في قضية اغتصاب وكذا، ابتداء هما معترفوا بأن السيدة مشت معه الوطيل وكذا، هذا شيء بينه وبين الله عز وجل، احنا ما عندناش حق نحاسبه، هذه أول حاجة. ثاني حاجة، إذا كان فرضا وقع اغتصاب، أي خبر أنا شخصيا يصلني عبر وسائل الإعلام عبر الصحافة لا أصدق 100%. علاش؟ لأننا كنعرفوا بأن 80% من الصحافة، 80% من وسائل الإعلام هي يعني تتسم بالكذب وبالبهتان، ويعني يعني خصهم غير سمية الصحافي وسمية هذا الإعلامي تبان على المقال أو تبان على الفيديو كذا. فإذا أي حاجة وصلتني أنا من عند وسائل الإعلام عن الصحافة لا أصدقها. ماشي طعنا في الصحافة كلها وفسائل الإعلام كلها، كاينين صحفيين نزهاء، كاين وسائل إعلام نزيهة، لكن لا ما غنكذبوش ونغطيو الشمس بالغربال ونقولوا باللي كل شيء مزيان، كاين 80% من الصحافة و 80% من وسائل الإعلام لا ينبغي تصديقها. الله تعالى يقتبى أنه أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كذلك العلماء قديما علمونا أننا يعني لا نتعامل مع الأخبار بالتصديق تمام التصديق، وإنما نحلل الخبر ونبحث عن المصداقية. لذلك العلماء قديما لما كان يصلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبحثون في رجالة السند فيقولون عمن سمعت هذا الخبر؟ سمعته من فلان عن فلان عن فلان، ثم يبحثون في رجالة السند هل هم متسمون بالعدالة والصدق أم لا والثقة. فإذا ينبغي أن تتسم الفئة المخبرة بالعدالة وبالثقة، أن يكونوا ثقات عدول. احنا عارفين باللي الأغلبية هم ماشي ثقات عدول، أغلبية أقول ماشي كل شيء، فإذا ينبغي أن لا نصدق بجميع الأخبار الواردة. كونه اغتصب أو لم اغتصبش، هذا الأمر هذا طبعا غادي يتضح مع الوقت، وكتبقى دائما الحقيقة هي خلاف ما يظهر لنا، هذه قاعدة. دائما ما يظهر لك عبر وسائل الإعلام، ما يظهر لك حتى من غير وسائل الإعلام، واحد واقف حداك كتعرفه كتعاشره مزيان، الداخل ديالو ما تقدرش تعرفه 100%. دائما الحقيقة أو الظاهر قد يخالف الباطن. علمتنا الأفلام، علمتنا مسلسلات كونان أن دائما النهاية هي خلاف ما نعتقد. كيجيبوا لك واحد الواقعة، الدلائل كلها مبسوطة قدامك، كتقول ها هو المجرم، في الأخير كيتضح أن المجرم شخص آخر، مع العلم أن كل الأدلة كانت مبسوطة أمامك لكن لم تنتبه إليها. فعلمتنا هذه الأمور هذه أن النهاية دائما كتكون مختلفة لذلك الشيء اللي كان متوقعه، وأن شحال من واحد كان كتكت صحابه راه هو شخص صالح تطلع في الأخير أنه مجرم. فإذا البواطن ديال الناس ما نقدرش نعرفوها، البواطن ديال الأمور كذلك ما يمكنش نعرفوها. أي خبر وصلني أنا شخصيا أتعامل معه بتعاملين، أولا عدم الاستغراب، ثانيا عدم التصديق. عدم الاستغراب لأن أي شخص يمكن توقع منه أي تصرف. خدام بهذه القاعدة في الحياة ديالي، انتظر أحسن شيء من عند أقبح شخص وانتظر أقبح شيء من عند أحسن شخص، لأن الإنسان ما سمي قلبه قلبا إلا لكثرة تقلبه. فالإنسان لا يثبت على حال، القلب ما تعرفش شنو فيه، كيقول لك جوج حوايج ما تعرفش اش فيهم، ميكاك حلا وراس بنادم. فاي شخص انتظر منه اي حاجه، لكن كوني انتظر منه اي حاجه ما كيعنيش انني نصدق اي حاجه تقالت عليه. فسعد المجرد بحاله بحال اي شخص في العالم، انتظر منه اي حاجه سواء خايبه سواء زوينه، لكن في نفس الوقت ما نصدقش اي حاجه سمعتها عليه. الحاجه الزوينه الا صدقتها، الا صدقتها ورداتني عليه فذاك خير، الا وصلتني شي حاجه عليه خايبه استرها ولا اشيعها بين الناس، لاني انا معرض الى ان يصدر مني شيء 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 قبيح. وعاد سعد المجرد شخصيا وقفنا على امور كثيره اقولها لله عز وجل
وحقا والحق أحق أن يقال أنه كانت حالات كثيرة كيساعد فيها ماديا. يعني كانت واحد البنت مريضة برضي لها تنقل في المجموعة, والدراري ديال المجموعة ديالنا التجأوا لبزاف الفنانين باش يعاونوهم في هذه الحالة هذه. الوحيد اللي استجبوا له هو سعد المجرد, فالله يجازيه بخير. فهو يصدر منه الخير, يمكن أن يصدر منه الشر, لكن نتوقف في الشر إن صدر من شخص كيفما كان سواء سعد المجرد أو غيره. لا نستغرب لكن في نفس الوقت لا نصدق, فعدم الاستغراب لا يعني التصديق. حاجة أخرى, القضية ديال سعيد صنهاجي كذلك الأمر توسع في الناس أكثر من القياس. أنا ما عرفش علاش كيشدوا من الحبات يردوها قبة. هو خرج بصريح قال بأن 80% من الفيديو مفبرك وفي شي حاجة صحيحة. طيب إلا في شي حاجة صحيحة الله يهدينا جميع, الله يعفو عليه, الله يتقبل التوبة ديالو, قال أن الأمر تجاوزه. 80% من الفيديو مفبرك حسب ما قال. نفس الوضع أقول لا نصدق ولا نستغرب, لا نستغرب ولا نصدق. هذا شيء ممكن يوقع لأي واحد, ممكن أي واحد يوقع في هذه المعصية هذه, لكن كون يعني الخبر يوصلنا لا أصدق أنا تمام التصديق. فممكن أنه يوقع في هذا الأمر هذا, لكن أنا أستغرب كيفاش الناس يعني توسعوا في الموضوع أكثر من القياس, ولاو يعني تطعنوا فيه, تسبوا فيه, تسبوا في ولاده, تسبوا في مرته, أدخلوا عند ولاده الفيسبوك تسبوا فيهم, تقولوا لهم كلام ما يمكنش يقوله مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. هاد الناس اللي بقوا تقلبوا في هاد الخبايا هذه وجابوا الفيديو ونشروه, قاع الناس ينشروا كلهم مشروكين في الإثم, كل شيء الناس مشروكين في الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. الله عز وجل غيتكلف بفضح هاد الناس هادو يا هنا يا هي غدا يوم القيامة. فنسأل الله السلامة, الإنسان كيفاش يتعامل مع هاد المواضيع. إلى شي واحد كما كان مشهور ولا غير مشهور دار هاد المعصية, أستر أخاك. وذكرنا هاد شي في الفيديو اللي فايت ديال بين قوسين الحياة المنافقين, اللي بينا من خلاله أن ماشي أي واحد ملتحي دار المعصية راه منافق. وضحنا هاد الأمر وتكلمنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاه رجل اللي هو ماعز يقول يا رسول الله زنيت طهرني يعني أقيم علي الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعلك قبلت, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل بصاحبكم جنة وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كيمشي عند صحابته يقول لهم واش صاحبكم يكما سكران, صاحبكم يكما أصابه جنون, يكما قبلتي. تقول له أفلان سير في حالك, سير في حالك, استر راسك. فواحد يستر راسه فكيف لا يستر أخاه إن وقع في معصية, هذا على فرض أن ذاك الذي وقع في الفيديو صحيح. ثم الناس يتكلموا في هذا الموضوع وتسعوا فيه بزاف, راه غيبة هذيك. الله عز وجل يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه, ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واش بغي الله عز وجل يجيب لك غدا يوم القيامة ولا في القبر يجيب لك جيفة ديال الحمار ويغسل لك زنافرك فيها ويقول لك كل هذا الشيء, كل هذه الجيفة ديال الحمار كما كنتي كتاكل الجيفة ديال خوك المسلم لما كنتي كتغتابه. كما أن عقاب الغيبة عظيم عند الله عز وجل, وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عقاب المغتابين, ورأى أن الناس لهم أظافر من نحاس يخدشون وجوههم وصدورهم, قال ما هذا, قال المغتابون ناهيك عن الذي يفتري الكذب على الناس. هذا خلاص قاعد رأى كيشد واحد الكلاليب ثم يشق فكه إلى أذنيه, هذا عقابه في القبر, وما إلى ذلك من ألوان وأصناف وصنوف العقاب الذي يحل بالمغتابين وبالكذابين. رسالتي لهذ الناس, أولا لا تكن لك يد في نشر هذه الأمور هذه, أستر أخاك, أستر الفيديو استر, لأنك أنت ممكن غدا يوقع لك بحالك. وما تقولش يلا, ما تقولش أنا ما كنزنيش ما غيوقعش لي هكا, ما تقولش أنا ما كنشربش الخمر ما غيوقعش لي هكا, لأن القلوب بين أصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء. يمكن لك في أي لحظة تمسي كافر. أنا وصلني خبر ديال واحد ما كيحيدش من الفجر في الجامع, أمسى ملحدا بسبب فتنة أصابته, جاء ابتلاء فأصيب بالإلحاد, صار ملحد لا يؤمن بوجود الإله من صلاة الفجر في الجامع إلى الإلحاد بالله عز وجل والكفر به. فالإنسان كم واحد, شحال من واحد كان مسلم أصبح كافر, فكيف بك أنت؟ تقدر تلقى بزاف من هادو ما كيصليش, تصلته ما شادش فيها,
يوشك على الزنا، يوشك على شرب الخمر، وتيستهزئ بسعيد صنهاجي وسعد المجرد وبغيرهم، وتيتهمهم في العرض ديالهم وتيشمت فيهم، وما عارش باش غادي ينتهي به الوضع. هو الانسان لا يسلم، ارفع يدك للسماء وقل يا رب سلمني ويا رب ثبتني على الحق حتى القاك. فاعظم اعطيه بعد نعمه الهدايه هي نعمه الثبات، أعظم نعمة بعد الهداية هي نعمة الثبات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ثبتني على دينك، اللهم ثبتني على الحق. وكان العلماء يقولون اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الثبات ونحن نسألك. فالإنسان يسأل الله الثبات ويقول يا رب جنبني الفتن وما ظهر منها وما بطن، يقول يا رب استرني ولا تفضحني. فالفرق بينك وبين هذا أنهم فضحهم، أنهم تفضحوا، وأنك أنت باقي ما تفضحتيش. على فرض انه وقع داك الشيء، نقول فرضا تفضحوا، انت راك باقي غير ما تفضحتيش، هذا هو الفرق بينك وبينهم. والا تقدر من غدا يوقع لك بحالهم او اكثر. والا قلت لي لا انا ما كنزنيش ما يوقعش لي هذا الشيء، انا ما كنشربش الخمر ما يوقعش لي هذا الشيء، نقول لك جيب لي توقيع من رب العالمين ان عندك دليل على ان الله عز وجل ما غيبتلكش من هنا لغدا. لا تملك دليلا. الصحابة المبشرين بالجنة قال لك لو وضعت يدي اليمنى في الجنة لما أيقنت أني داخل الجنة، لأن اليسرى قد لا تلحق على اليمنى بل قد ترجع اليمنى إلى اليسرى. فالإنسان لا يملك دليلا على أن الله سيثبته. ارفع يدك السماء وقول يا ربي ثبتني. وكان حي الزوجة ديال سي سعيد صنهاجي، كان حي سعيد صنهاجي لأن طلع راجل باش تربية اللي مربي ولاده، وبالزوجة اللي عرف يختار اللي واقفة معاه في هذه المحنة، وقالت أنا ما غاديش نفصل على الزوج ديالي وأنا واقفة معاه في هذه المحنة وبولاده اللي صابرين معاه والنفسية ديالهم مرتفعة ومعنويات مرتفعة. فكان حيي هذا الراجل اللي عرف يختار هذه الزوجة وعرف يربي هذه الأبناء هذو، أخلاهم يعني ما يتزعزعوش في هذه الأحداث هذه. وهاد الناس اللي دخلوا عند ولادهم وتسبوهم في الفيسبوك وتدور يعني تعيروهم وعيروهم بالأب ديالهم، أنا أقول يا ربي تهديهم، يا ربي تهديهم، ويا ربي تهديهم. راه الا وقع لك غدا بحالو راه ما عرفتش شنو الوجه اللي غيكون عندك باش تخرج به الزنقه. فاذا نسال الله الثبات. بالنسبه ليا سعيد صنهاجي رغم انه مغني والامور كلها، بالنسبه ليا احسن من واحد الا كان مسب اولاد هذا الرجل هذا، لان كاين الناس دخلوا عند ولاده وتسبوهم وتسبوه يعني في العائله كلها. انا احيي هذا الرجل لانه عرف يربي ولاده وعرف يكون اسره تثق فيه وترفع معنوياته سعد شده. قبل ما نختم تفكرت شي حاجة. في زمان الفتن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى واحد التعامل، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. شد لسانك عندك وتكمش في داركم وابكي على ذنوبك، احصيهم وابكيهم، يلا 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 تقاد من هنا تموت. وشوف تشوف، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. واحد الحاجة أخرى هي أني ما بغاش تفهم لي شي ناس تيقول لك سعيد صنهاجي اعتذر إذا ما عليش ماشي مشكل، وشي وحدين تقول لك خاصو يعتذر. إذا الأمر كيدور حول الاعتذار، خاص يكون الاعتذار اعتذر ولا ما اعتذرش. ما بغاش تفهم لي هذه القضية، علاش غيعتذر؟ شكون أنت يعتذر لك؟ هذا هو السؤال. انت فاش كدير شي معصيه بينك وبين الله عز وجل ما كيعرفك حتى شي واحد، ما كيعاقبك حتى شي واحد، وربي ساترك، لمن كتعتذر؟ كتمشي كتعتذر لوالديك ولا كتعتذر لصحابك ولا كتعتذر لناس ما كتعرفهمش؟ اذا علاش هو غادي يعتذر؟ لنفرض هو دار المعصيه، علاش غادي يعتذر؟ سبك، عايرك، اساء الدين ديالك، ما سال حتى شي واحد، الا دار شي حاجه درها على راسه. ومن ضل فعل ما من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فعليها، يعني يضل على نفسه. مشغول حتى شي واحد، الا غيعتذر من شي واحد غيعتذر من رب العالمين الا كان مخطئ، يستغفر ويتوب. اما انت شكون بغيتي تكون تيعتذر لك؟ اذا الناس كيدخلوا ريوسهم في شي حوايج ما عندهم بها حتى شي علاقه. بنادم يدخل سوق راسه حتى واحد ما غادي ما خصو يعتذر لك، لانك انت ملي كتذنب بينك وبين نفسك وبينك وبين الله عز وجل ما كتعتذر حتى شي واحد، انما ما تطلب من حتى شي واحد انه يعتذر لك، لانك ما كتسالو والو. فهذه رسالتي للناس، لا تكن لك يد في نشر الرذائل، لا تكن لك يد في فضح أخيك قد تفضح أنت. رسالة أخيرة، رد بالك، صمتك الدور والبزمك يفلق. السلام عليكم.